ما حكم تارك الصلاة وهو موحد ويعرف حدود الله وقد أزهدته الدنيا عن ذكر ربه ومات على ذلك؟ وما حكم تارك الصلاة خوفا من حاكم ظالم ولا يصلي إلا عندما يصبح بأمان ومات على ذلك؟ يصلي خوفا من الحاكم الظالم وحينما يكون في أمان لا يصلي. هو لا يصلي، هو تارك صلاة خوفا من الحاكم الظالم ولا يصلي إلا يأمن الحاكم. كيف تارك صلاة خوفا من الحاكم تارك الظالم؟ يعني لا يصلي خوفا من الحكام، لا يصلي، يصلي خوفا من الحكام. لا، هو تارك الصلاة يعني إذا علموا أنه يصلي يؤذونه ترك الصلاة. دون كفار يعني. كفار. والأول هو موحد يعرف حدود الله وقد ألهلت الدنيا عن ذكر ربه ومات على ذلك. والثاني ايش الفرق بينه وبين الأول؟ يعني غير موحد؟ لا، الثاني نفس الشيء لكن ترك الصلاة خوفا من الله. المهم أن المسلم إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حقا ولكنه يرتكب كثيرا من المعاصي الكبائر أو الصغائر كأكل الربا مثلا والزنا ونحو ذلك، ومن ذلك تركه للصلاة، فهو إن فعل كل ذلك جحدا لحكم الله فيها فهو كافر مرتد. فمن جحد مثلا شرائط الصلاة فهو كافر، من جحد تحريم الربا والزنا والسرقة ونحو ذلك من المعاصي فهو كافر، لأن هذا الجحد يتعلق بالقلب وهو الكفر الاعتقادي. فحينئذ مثل هذا لا يكون مسلما إطلاقا. وعلى العكس من ذلك، من كان مؤمنا بالله ورسوله وبكل ما جاء عنهما لكنه يواقع شيئا من تلك الكبائر فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وحينئذ فالصورتان تعالجان بهذا الجواب: الكفر الذي يساوي الخروج عن الملة هو الكفر الاعتقادي. أما إذا كان هناك كفر عملي كترك الصلاة فهذا لا يخرج صاحبه من الملة لأنه مؤمن بشرعيتها، فلا يكفر إلا إذا جحد شرعيتها. نعم.